بجانب وسط الملعب هناك مشكله دفاعيه مكرره في خط دفاع نادي الزمالك منذ غياب محمود حمدي الونش. تلعب بثلاثه في مشكله في الدفاع، تلعب باربعه في مشكله في الدفاع، ادام الونش مش موجود، ويبدو ان فريرة حتى هذه اللحظه ما لقاش حل لغياب الونش، حتى لو حل تكتيكي مش حل فردي. طب خلينا نقول ان الزمالك كان عنده مشاكل قبل ما جوسوالدو فريرة يوصل للزمالك، مشاكل دفاعيه كبيره جدا كانت موجوده في الفريق. الزمالك استمر في المشاكل مع بدايه جوسوالدو فريرة الى ان بدا الزمالك يتحسن عن طريق شغل كتير جدا كان بيعمله من جوسوالدو فريرة على مستوى التنظيم اللعيبه داخل الملعب، وعلى مستوى تطوير مستوى اللاعبين فرديا في فكره الوقفه، البادي اورينتيشن، وضعيه الجسد بتاع اللعيبه داخل الملعب اتطورت مع جوسوالدو فريرة. وانا جاي هنا حابين نستعرض لقطه الهدف الاول، لان دي لقطه معبره جدا بالنسبه لي، وقفه حسام عبد المجيد اللاعب اللي اتمرن تحت ايد جوسوالدو فريرة الموسم الماضي، ووقفه بنتكلم كمان على الزمالك هنا والكره بتتلعب. انا حابب اوقف ثانيه والكره لسه هتتلعب. ارجع بقى وهي بتتلعب لسه وقف بالظبط. قبل كده طبعا في مشاكل بالجمله في التغطيه العكسيه بالظبط. هنا بنتكلم الزناري بيجري على جونه، وشه ناحيه جونه، في المقابل حسام عبد المجيد فاتح جسمه بيقابل الملعب بالجنب. وقفه حسام عبد المجيد دي الوقفه المنطقيه للمدافع، ان المدافع يقابل الجون او يكون واقف بالشكل ده او بالتكنيك ده، وهنشوفها كمان في الوقت مع خالد عبد الفتاح على مدار الحلقه. في المقابل الزناري بيجري ناحيه جون. هنا بنتكلم ان الزناري لعيب ما اخدش الوضعيات بتاعه الوقفه اللي كان دايما جوسوالدو فريرة بيعلمها للاعبين. حتى لو نفتكر السيزون اللي فات كان دايما في الكرات العرضيه والماتش شغال في الاحماء اللي قبل المباراه، جوسوالدو فريرة بيبقى عنده جزء من التدريب قبل المباراه لما اللعيبه تنزل تسخن، كرات عرضيه بتتلعب وكل المدافعين واقفين جنب بعض وبياخدوا الوقفه اللي اخدها حسام عبد المجيد. هنا في نقطتين بقى مهمين جدا بالنسبه لي، ان اللعيب اللي تم تدعيمه في خط الدفاع ما كانش عنده الاساسيات اللي يقدر يشيل الفريق بشكل عاجل لو حصل ظرف زي غياب الونش. تاني نقطه ان جوسوالدو فريرة واضح ان بما ان الراجل ده ما اتعلمش نفس الشيء اللي اتعلمه حسام عبد المجيد، انه جوسوالدو فريرة ما اشتغلش خلال الفتره الاخيره عشان يعلم الزناري نفس المبادئ اللي علمها لحسام عبد المجيد، ودي نقطه مهمه جدا بالنسبه لي. في مشاكل كتير على مستوى التمركزات وطريقه اللعب، لكن هنا جاي بتكلم على النقطه الفرديه، ازاي ده لعيب اتطور في الوقفه واللعيب اللي جنبه ما اتطورش، رغم ان الاثنين كانوا تحت القياده للمدير الفني ده الموسم اللي فات وده الموسم الحالي. في لقطه كمان بالصور حابين نستعرضها برده للقطه نفس الفكره الموسم الماضي. طبعا هنا الهدف بنتكلم على مشكله في التغطيه العكسيه، مشكله في رجوع عمر جابر، مشاكل كتير في التمركز من مدافعي نادي الزمالك في لقطه الهدف. طيب هات اللي بعده بقى على طول بعد الحاله بالظبط. نكمل برده نفس اللقطه، نتكلم برده التغطيه العكسيه من محمد عبد الغني وعمر جابر، ما كانش واقف بافضل شكل ممكن. نكمل برضو للقطة اللي بعد كده أو الصورة اللي موجودة بعدنا من مباراة الكاس، وأنا حابب هات اللي بعده على طول. حابين ناخد منها بس وقفة مدافعين الزمالك لما الكرات الطولية كانت بتتلعب عليهم، كان شكل مدافعين وقفة مدافعين الزمالك عاملة إزاي؟ يلا يا جماعة نجيب اللي بعده على طول. خلاص شفنا الحالة دي. هنا النادي الأهلي في مباراة الكاس اللي الزمالك فاز فيها كرة طولية بتتلعب. خط لعيبه النادي الزمالك او مدافعين نادي الزمالك اللي متعلم عليهم بالاصفر جنب بعض في الجزء الاول من الصوره حسام عبد المجيد والونش، الاثنين واقفين نفس الوقفه اللي كان واقفها حسام عبد المجيد اللي هو بيواجه الملعب بجنبه. وهنا بالمناسبه الكره دي ما اتلعبتش في ظهرهم، اتلعبت قدامهم، بس وضعيه الجسد الكويسه اللي كانت موجوده لحسام عبد المجيد سمحت له ان هو يعمل يوتيرن في اللقطه الثانيه، والكره لما تنزل وراه بما انه كان رايح ناحيه جونه يعني تنزل قبله في نص الملعب ما تنزلش وراه ناحيه محمد عواد، ان هو قدر ان هو يتعامل مع الكره لان كان البوزيشن او وضعيه جسمه داخل الملعب كانت افضل. هنا زي ما قلت لك الزمالك كان عنده مشاكل في مستوى التمركز ومنظومه اللعب، كان حابب اتكلم اكتر على المشكله الفرديه، اللعيبه فرديا في لعيب اتطور مع جوسوالدو فريرة وده الجزء الجيد اللي كان بيقدمه جوسوالدو فريرة الموسم الماضي، وفي لعيب مع نفس المدير الفني صفقه جديده ما اتطورش بس محتاج وقت. اكيد محتاج وقت طبعا، واخد وقت اكتر من مصطفى الزناني بكل تاكيد.